عرب صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء عن فخره واعتزازه بما تم إنجازه من مشاريع إسكانية وتوسيع لشبكة الطرق وإنشاء وترميم للمدارس والمراكز والمستشفيات، وما صاحبه من تطوير للخدمات الصحية ومبنى المطار الجديد وغيرها من المشاريع والخدمات لصالح المواطنين. وأضاف سموه أن كل ذلك تم تحقيقه على الرغم من مواصلة المملكة تنفيذ مبادرات برنامج التوازن المالي الهادف لتحقيق التوازن بين المصروفات والإيرادات الحكومية، وهي جهود بارزة ومقدرة لكافة موظفي القطاع العام وبتعاون للسلطة التشريعية والقطاع الخاص والأهلي. وأكد سموه على أهمية مواصلة تعزيز آفاق التعاون البناء بين السلطتين التنفيذية والتشريعية نحو تحقيق أولويات العمل الوطني خدمة لمصالح المواطنين وتحقيقا للمزيد من المنجزات الوطنية في ظل المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه. جاء ذلك لدى زيارة سموه حفظه الله اليوم يرافقه سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة رئيس مجلس أمناء وقف عيسى بن سلمان التعليمي الخيري، وسمو الشيخ محمد بن سلمان بن حمد آل خليفة، ومعالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني، إلى مجلس الحاج أحمد منصور العالي ومجلس سعادة السيد نبيل بن يعقوب الحمر مستشار جلالة الملك المعظم لشؤون الإعلام ومجلس عائلة الجلاهمة، حيث تبادل سموه التهاني والتبريكات مع أصحاب المجالس والحضور بمناسبة شهر رمضان، داعين الله أن يعيد الشهر الفضيل والجميع يرفل بالصحة والعافية، مشيرا سموه إلى أن المجالس الرمضانية تسهم في تعزيز أواصر وروابط الأسرة البحرينية الواحدة، كما تمثل اللقاءات الأخوية فرصة لتجديد الهمم والعزائم نحو مواصلة العمل من أجل الوطن والمواطن. وأشار سموه إلى الحرص على دقة وكفاءة تنفيذ برنامج الحكومة وكافة مبادراته من أجل مواصلة النمو الإيجابي بما يعكس تطلعات السلطتين التنفيذية والتشريعية، مؤكدا سموه أن التطلعات المستقبلية عديدة ونسعى لتحقيقها بتكاتف أبناء الوطن وعزيمتهم، والمسؤولية الوطنية تحتم على الجميع المشاركة في تحقيق تطلعات المواطنين وصنع حاضر ومستقبل الوطن بما يحقق الخير والنماء للجميع. وأكد سموه مواصلة مملكة البحرين الاهتمام بالتخطيط العمراني وجعله معززا لمسارات التنمية الحضرية، لافتا سموه إلى أن المملكة حرصت في كافة مشاريعها الاستراتيجية بأن تتضمن المبادرات والخطط الهادفة لخفض الانبعاثات لمواجهة التغير المناخي، ومنها الخطة الوطنية للتشجير والسياسات المتعلقة بتوسعة الرقعة الخضراء. من جانبهم أعرب أصحاب المجالس والحضور عن شكرهم وتقديرهم لصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على ما يبديه سموه من حرص على التواصل مع أبناء البحرين وزيارة مجالسهم الرمضانية، مشيدين بما يتحقق من منجزات وطنية هدفها نماء الوطن وتحقيق تقدمه في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه.